بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل محاضرات الذهب، نظام الذهب لشركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات. فنواصل في الدليل المحاسبي، تعتبر المحاضرة الثانية في كيفية إنشاء الدليل المحاسبي. نحن شرحنا في المحاضرة السابقة بالنسبة للأصول والخصوم استكملناها. اليوم بالنسبة للمصروفات والإيرادات، هنا تكلفة المبيعات مثلا، نحن نريد أن نوضح نقطة مهمة بالنسبة للأجور المصنعية. طبعا هناك بحسب النظامي القرد المستمر أو القرد الدوري، طبعا القرد المستمر يتطلب أن يكون هناك تكلفة مبيعات. كل منتج يا شباب له تكلفة. نريد أن نوضح شيء مهم للمحاسبين، أن هناك بعض الناس يقول الذهب مختلف تماما عن بقية الأنشطة، بمعنى أن المنتجات أو السلع التجارية العادية لها تكاليف. فالذهب عندي عملة نقدية، عملة نقدية يعني كأنه دولار، كأنه عملة أجنبية، كأنه سعودي، كأنه هكذا. العملة النقدية هذه بنفس الوقت هو ذهب يشترى ويباع. أكيد أنا أشتعرف نشاطي من هذا الذهب، فلا بد أن يكون له تكلفة، متوسط تكلفة، أراقب هل فيه ربح خلال فترة معينة أو ما فيش ربح. وهي الأجور المصنعية، إحنا أخذنا ليش قلنا نظامنا يختلف عن بقية الأنظمة التي استهدفت فقط عمليات الشراء والبيع. ولكن نحن إن شاء الله بهذا النظام ننقل مؤسسات الذهب أو محلات الذهب إلى النظام المؤسسي. النظام المؤسسي بمعنى أن يواكب تطور التقنية بشكل عام، أن أجد نهاية الفترة ميزان مراجعة، أجد ميزانية متخصصة على مستوى كل فرع، على مستوى كل نشاط. تكلفة المبيعات عندنا هنا الأجور المصنعية احنا عرفناها كمخزون، يعني كمخزون قيم، يعني أنا اشتريته بأكثر من متوسط من بأجور مصنعية، فلا بد أعرف نهاية الفترة هل نشاطي أو أرباحي موجودة في هذا الصنف الفلاني، أو إن أنا أشتغل بشكل وهمي. أما بالنسبة للذهب فعندي خزينة الذهب يحفظ لي كأوزان، فإحنا قلنا النظام فيه ميزان نقد وميزان ذهب. ميزان الذهب أنت اشتريت ذهب بألف سعودي مثلا، بألف سعودي الآن مخزن عندك 200 جرام مثلا، ال 200 جرام بعد سنة سنتين هي 200 جرام، ارتفع الذهب أو نقص بيقيم بسعر يوم، بما أردت من سعر. أما الأجور المصنعية فتختلف، أنت تشتري اليوم بسعر، بكرة بسعر، فلا بد أن يكون يوجد متوسطات. هنا نقصد بتكلفة المبيعات تكلفة الأجور المصنعية، يعني الخاتم هذا أنا اشتريته بسعر مثلا 100 ريال سعودي، بعد أسبوع أو أسبوعين اشتريت نفس الخاتم ولكن بأجور مصنعية ب110، بعدين ب115، بعدين ب90، يعني لابد أن يحسب متوسط لهذه الأجور المصنعية عشان أعرف حركتي في الأجور المصنعية، هل ربح أو خسارة. هذه تكلفة الأجور المصنعية، كذلك أعمل لها مردود اللي هو تكلفة المردود، هذا عندما يعاد تكلفة مردود الحالية، وأفصل حساب لتكلفة مردود الأجور المصنعية السابقة. إذا معي ذهب أعيد من سنة سابقة لابد أن يكون في حساب مستقل. لماذا عملنا له حساب مستقل؟ لأنه في الأخير إذا في مراجع أو محاسب قانوني يقول لك الأرباح السنة الأولى قد تقسمت بين الشركاء، فمش معقول أجي أرجع بضاعة من السنة الأولى وأحسبها على الربح هذه السنة. لابد أعرفها كم بالضبط، إما أخصمها من أرباح السنة السابقة أو أدعها في نفس المصروفات، وفي ناس يعملوها في الخصوم لا مانع. مردود مبيعات الأجور المصنعية، فعلا معي مردود مبيعات حالية اللي هو للسنة هذه، ومعي مردود سنوات سابقة تقيد في حساب لحاله عشان أعرف كم المرتجع حق السنوات السابقة وكم مرتجع السنة الحالية. الفصل في الأرباح هذا المهمة. الخصم عندنا خصم مسموح به اللي معروف اللي يتم في الفواتير في الأجور المصنعية قيمة معينة أخصم، أو خصم التحويل بين العيارات، أو التحويل من قيمة لقيمة،
من قيمة إلى قيمة. الآن صافي الوزن المجاني، طبعا لا يوجد مجاني، لا يوجد مجاني تذهب، ولكن المؤسسات الكبيرة احنا عندنا احتياط أو احتمال أنه قد يحصل مجاني في الفواتير. يعني مثلا اشتريت 200 جرام قابلك 1 جرام مجاني، بدل ما يجيبلك خصم في القيمة قابلك مجاني وزن، وهذا لا مانع، احنا عملناه للمؤسسات الكبيرة. فوارق المردودات فعلا انت تشتري مشتريات وحصل انه بعد فترة رجعت. عندما تشتري من اكثر من مورد متوسط التكلفة قد تغير الاجور المصنعية. عندما ارجع للمورد السابق الاول مثلا يحصل فارق مردود بين المتوسط وسعر المورد، يروح في هذا الفارق عشان يعيد السعر للمورد سعره بما هو، وفارق المتوسط يخرج في هذا الحساب. التسويات معالجات المخزون معروف للأجور المصنعية، إذا حصل تسويات أدخلت تسوية أدخلت مبلغ للأجور المصنعية خاطئ أو ظهر المتوسط بشكل كبير تشتي تعمل له تسوية في هذا الحساب، تسويات مخزون يعني للأجور المصنعية. تكلفة شراء الزيركون، هذا الزيركون عندنا يتعامل يضمن في الفاتورة أو لا يضمن، بس بعض الناس يشتي يراقب الزيركون ككميات، يعني في المخزون أشتري بالكيلو مثلا فصوص أو عقيق أو كذا، في هذه الأشياء أراقبها كمخزون. إحنا نفصل لها حساب ونعمل لها تكاليف وإيرادات عادي، وتضمن بالفاتورة تباع كأنها صنف. حالتين، إما يضمن بالفواتير بدون ما أعمل له حسابات، أو أعمل له حساب وأستخدمه كمخزون، وكل عميل هو ورغبته. صافي مشتريات مبيعات الذهب نقد، هذا حساب وسيط، هذا الحساب هو الحساب الوسيط بين ميزان الذهب وميزان النقد، والهدف منه يظهر لي التعويض. هناك عند أصحاب الذهب حاجة اسمه التعويض، بعض المحاسبين يجي يحسب للعميل مثلا عميل ذهب باع بستة مليون أو سبعة مليون ريال سعودي مثلا ذهب، باع الذهب بهذا المبلغ، بعض المحاسبين يجي يحسب يقول له أنت رابح ستة مليون أو كذا بعد النفقات وبعد كذا، وبعد الربح يقول له الربح حقك ثلاثة مليون خمسمية مثلا. متغافل أو متناسي إنه في الوقت نفسه خسر ذهب أوزان قيم، هو باع ذهب، الذهب هي عملة، خسر ذهب ودخل فلوس نقد. فهذا الحساب يوجد لك كم أنت خاسر ذهب لحد الآن، أنت خاسر مثلا 200 جرام، يفترض عليك أن تبدأ تشتري 200 جرام والباقي هو الربح الحقيقي حقك. هذا الحساب اسمه كأنه حساب التعويض، يعني يفصل كم المفترض عليك أن توجد ذهب تبدأ تعوض الذهب اللي خسرته عشان تحافظ على رأس المال الذهبي، وبعدين ما تبقى هو الربح الحقيقي الفعلي النقدي حقك. طبعا من الشراء المباشر والبيع المباشر ومن التسكيرات. التسكيرات حسب التسكيرات معروفة عند أصحاب الذهب، التسكير أو البيع بالتلفون والشراء بالتلفون، هذه الأشياء التسكيرات أو التعويض الغير مباشر من فواتير الشراء والبيع الغير مباشر، بعض الناس يستخدمها وبعض الناس ما يستخدمهاش. نظامنا مرن في متغير، أستخدم أو لا أستخدم، لك الحرية، شيء تستخدم شيء ما تستخدمش، إحنا ملبي كل شيء. تكاليف نشاط جارية متنوعة، التكاليف الأخرى اللي خسائر القص في النظام، عندنا شاشة لقص الأصناف، يعني إحنا قلنا يجي زبون يشتري منك خاتم يطلع كبير على يده يقول لك قص لي هذا الخاتم أو نقص في هذا الخاتم، من خلال التنقيص أنا في فاتورة البيع على طول استدعي الشاشة وأعمل له قص. عملية القص النظام آليا يقوم بعمل القيود ويورد الصنف المقصوص بعد ذلك ويورد القطعة المقصوصة إلى علبة القص، علبة صغيرة اسمها علبة الشوائب أو علبة القص، أو عهدة على صاحب المعرض على المسؤول، لك خيار يعني إما تعتبرها كقيمة مسؤول أو كوزن محفوظ في علبة القص. نهاية اليوم أنا أجي أشوف علبة القص الأشياء المقصوصة وحاسب بها أوزنها وحاسب بها مسؤول المعرض. خسائر الصب والتحليل، عندنا الصب والتحليل معروف، الصب والتحليل عند أصحاب الذهب إنه اشتريته كسر مثلا من الشارع، خواتم أسلاس وهذه الأشياء، فبعيارات مختلفة أجل لا أصبها مثلا، لما أصبها حسب كل عيار أو أصبها مرة واحدة تظهر لي كسبيكة، بعد الصب أنت اشتريتها بالبركة، يعني مثلا عيار 21 عيار 18 أو نسبة احتسبت على نسبة 870 أو 875، هذه النسبة قد تظهر بعد الصب حقيقية أو غير حقيقية، يعني قد تظهر فعلا بعد الصب يطلع لك إن 875 أو بعض حالات يطلع 872 و73، الفارق بنتحمله عليه
خسائر قصب، خسائر صب، خسائر تحويل الأصناف. الأصناف مثلا اشتريت خاتم جديد نظيف على انه كسر، وبعدين شفته لمعته نظفته تنظيف تنظيف ورجعته مصنع، ذهب مصنع يعني كأنه جديد. يعني بعض حالات تشتري انت خاتم او كذا بالصدفة، اشتريت حاجة نظيف وعرضته على طول للمعرض، هنا يتيح لك النظام تحول صنف كسر الى صنف مصنع جديد، او العكس معي بضاعة قديمة واشتي ارجعها او اصبها او اعمل لها اي عملية، اذا هي قديمة تمشيش اعمل لها تحويل صنف، تتحول وتخرج الاجور المصنعية حقها خسائر. هذا خسائر تحويل للاصناف، كل حساب شاشة، هذه شاشات موجودة في النظام. فوارق النظام، فوارق المبالغ النقدية والاوزان، هنا الفوارق في تحويل العملات، معي ريال حولته الى دولار، سعودي حولته الى دولار وهكذا، والاوزان كذلك في عيار العيار، او غيرت في النسبة من نسبة الى نسبة مختلفة، هذه فوارق في الاوزان او فوارق في المبالغ. المصاريف الإدارية يا شباب نفسها ببقية الأنظمة، الزكاة، المصاريف، الكهرباء، الهاتف، البريد، النثريات، هنا مفتوح النظام، تضيف معك صفرين يتيح لك تضيف إلى 999 حساب تحت كل حساب. يعني إدارية هنا بتضيف أي حساب، مثلا زكاة وزكاة وصدقات، مثلا أنا أشتي أضيف حساب بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أشتي أضيف تحت المصاريف هذا، تحت مصروفات 22.02، تحت مصروفات إدارية متنوعة، وأعمل مثلا 0.6 مثلا، وأضيف الحساب مصروف مثلا مثلا مصروف محروقات للسيارة أو كذا، أو زيوت، محروقات وزيوت أو قطع غيار أو صيانة أثاث، أنت حر. هنا تضيف، هنا تضيف الحسابات صيانة أثاث أو أي حساب تضيفه بهذه الطريقة، تختار النوع، ممكن تعمله أخرى أو مصاريف أو أي نوع. العملات إذا اخترت كامل بهذه الطريقة، إذا اخترت أشتو مثلا فقط بالسعودي فقط مصاريف، أعمله بالسعودي أو أضيف عملة سعودي واليمني وهكذا، وأحفظ الحساب بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أضيف الحسابات. إيرادات الآن مصاريف بيعية وتسويقية، عمولات بيع وتسويق، عمولات مندوبين، عمولات أي حاجة، أي حاجة في المصاريف. الإيرادات معي إيرادات أجور مصنعية، إيرادات أجور مصنعية، طالما معي تكاليف للأجور المصنعية أنا معي إيرادات عشان أقارن اللي بين الإيراد والتكلفة. مبيعات ذهب الوزن المجاني، قلنا ما فيش مجاني، بس إذا مؤسسة كبيرة وفيها مجاني تجيب وزن النظام يتيح في هذا الكلام. صافي مبيعات الزيركون، قلنا إذا استخدمنا له حسابات، حسابات مستقلة، أصناف غير ذهب. طبعا النظام يتعامل مع أصناف ذهب وأصناف غير ذهب، مثلا ممكن تعمل الساعات الكذا الأشياء هذه بأصناف غير ذهب، وتبيع وتشتري يتيح النظام بالجانبين، ممكن استخدمه ذهب وغير ذهب بنفس الوقت من خلال إنشاء مجموعات ذهبية ومجموعات غير ذهبية وهكذا. الخصم المكتسب معروف، الخصم المكتسب في فواتير الشراء. الإيرادات، إيرادات فروق العملة، إيرادات فوارق صرف العملات الأجنبية. احنا معانا فوارق العملة، هذه العملات، لكن فوارق صرف العملات طبعا النظام يحتوي على عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية. نجد انه اصحاب الذهب، اغلب اصحاب محلات الذهب يبيع ويشتري بالعملات الأجنبية، بالريال، بالدولار، بالسعودي، بالقطري، بالعماني، هكذا. اذا بعض اصحاب الذهب يشتي يعرف ارباحه من فوارق العملة حق العملات، تعاملات الذهب، بيع وشراء الذهب، ويشتي يعرف فوارق الشغل بالعملات الأجنبية، يعني بيعي للعملات، بيعي للدولار، بيعي للسعودي، بيعي، عندما أبيع هذه العملات الأجنبية أشتي أعرف أرباحي من حركة العملات الأجنبية فقط، وأرباحي من حركة الذهب لحاله في الفوارق العملة. معنا حسابين هنا، يتيح لك النظام ويتيح لك تدمجهم في حساب واحد من خلال التهيئة، عادي كلا الأمرين صحيح. هذا ما يتعلق في الدليل. نحن نريد أن نوضح لأغلب المحاسبين، الإخوة المحاسبين، إنه عمليات الذهب تختلف بكثير عن بقية الأنشطة التجارية. في أشياء، في عمليات بيع وشراء الذهب، في عمليات احتساب الأرباح. أغلب الأنظمة التي شفناها في السوق تتعامل قرض دوري، تتعامل بيع وشراء. أما نظامنا يختلف، أنه نظام مؤسسي بإذن الله، مؤسسي ولديه القدرة على استخراج ميازين مراجعة على مستوى كل فرع، وكذلك لديه القدرة على احتساب الربح بنفس اللحظة.
انا اشتي اعرف ارباحي او خسائري بمجرد ضغطات زر، يعني اشوف الارباح الى الان كم مستوى ربحي على مستوى الصنف الواحد، على مستوى الفاتوره الواحده، كم ربحي في الذهب الخليجي، كم ربحي في الخواتم فقط من جميع الانواع، كم ربحي في السنغافوري، كم وهكذا. فالنظام يفصل او يبنى بهذه الطريقه عشان يجيب لي فائده، اذ لم يكن في فوائد من النظام باتخاذ قرارات فيما بعد فلا فائده من النظام ان ابيع واشتري فقط واحتسب بالاله، مش منطقي. هذا في الدليل المحاسبي، ما اردنا ان نستكمله في الدليل المحاسبي، وان شاء الله بالمحاضره القادمه نبدا بعمليات كيفيه استخدام النظام بعد بناء الدليل، كيفيه ربط الصناديق والبنوك، وابدا اشتغل في عمليات الأستاذ العام وإدخال الرصيد الافتتاحية. نلقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.